هل تجوز التسمية وذكر الله في حالة الاستحمام حيث يسمي قبل دخول الحمام والخلاء إذا كان عريانا وعند اتيان زوجته؟ إذا نسي التسمية والدعاء قبل خلع الملابس فهل يجوز له أن يسمي وهو عريان عند الجماع حتى ينسى ذلك؟ يسمي الله عند دخول الخلاء، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا كذا عند جماع أهل سواء عريانا أو مسحورا، بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ورزقتنا، وله من الضروري ان يعني الاحباس عند الجماع يستطيع جماع اهل من دون خلع الثياب.